السادات كار أنا فياض حبيبي تعي يا قلبي تعي تم أنا أمرت سيدي إنه يوضع الجثث بالساحات حتى يكونوا عبرة للآخرين. تصرف جيد كابيتان. سيدي بقدر أرجع على دمشق بعد ما انتهت مهمتي؟ لا، التمرد لسه ما انتهى. أمرك سيدي. سيدي تأذن لي إني زور قلعة شيزر؟ كيليان لوبلان، كيليان لوبلان، أيها الجد، أنا حفيدك هنا، أنا روجيه في قلعة شيزر، في قلعة شيزر.
ولد يا ولد. شوف شوف كيف عم يركض كأنه غزال. ظريف ما هيك؟ عجبك؟ رح اجيب لك اياه. نحن أرعبنا كتير، لازم ناخده على البيت ونعالجه، ما هيك؟ طيب طيب خدوه على البيت، خدوه بسرعة. وهاد جاوبني فياض، شو هاد؟ حبيبي إذا كنت عم تفكر بالمرأة اللي شفناها اليوم، هاي المرأة كذابة، هاي حرامية بدها تسرقك مني. حبيبي تطلع فيني، ليش ما عم تطلع فيني؟ معي مني وبكرة من الصبح روحي على بيتك ولعن جوزك. لحنا هدول مالنا قدون. بدي أخي. وبيتك بدي أخي. وجوزك شو مفكرة مالك حدا؟ دخيلك انتي وهالجوز. ولد ما في ورزق ما في، على شو بدي ابكي عليه؟ على هاللقمة؟ دخيلك عم بقدر جيب لقمتي بإيدي، شو بدي منه؟ وإذا كمشوكي؟ ليش أنا شو عملت لي كمشوني؟ وأخوكي شو عمل لحتى كمشوه؟ وهلأ حستناه قدام بيته، شوفه وخليه يشوفني. إذا ما قدرت جيبه على القليلة يتذكرني ما ينساني. وإذا قلعوكي وما خلوكي تشوفي؟ بيقلعوني من قدام البيت بوقف لك أول الحارة، وندن ياخدوه يعني؟ هذا مستحيل. من وين اجتنا هالمدعية؟ روجيه أنا لازم أتمنى هذا الطفل، لازم. سيدي هاي المجنون اللي ادعت انها اخت فياض.
بالولد. جاوبيه. شوف انت وين مخبيه. يعني هربتي؟ فياض هرب. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نجدة، ما لها علاقة بهروبه، بس لازم نلاقي فياض. تعال معي. اتقلوها. شو؟ يا كيف كنت اتقلوها؟ امشي امشي اتركني. امشي.